البنات من بعد ما جيت الماكينه البنات سرجيتها كامله كامله، سرجيتها البنات كلها يعني كل شيء. لصقت هنا، لصقت الدوبلور ديال الظهر هو الاول لصقته، تندير له جاع على جاع، كندوز الخياطه هنا سنتيم، من بعد كندير الكرانات. هاد الكرانات البنات راه ضروريين البنات، هاد الكرانات هنا كيف ما كتشوفوا راه دوزت الخياطه حيت خسرت ليا خياطه الاولى وعاودت درت خياطه اخرى. هنا الكرانه راه كندوز كنكراني البنات حتى كنوصلها حدا، حتى كنوصلها حدا الخياطه، باش مني كنقلب هاد الكرانه هي اللي مني كنقلبوا كيتقلب لينا كل حاجه كيف ما كانت مفصله كدور لينا، كتجي ديك الدوره ديال العنق، هاي دوره العنق كتجي دايره. هنا صافي الظهر لصقت ليه الدوبلور ديالو، من بعد غادي ناخذ الدوفه. الخدمه عندي في الدوفه البنات، هنا فين خاصكم تتبعوا معايا مزيان وغادي تفهموا ان شاء الله. شوفوا البنات راني سرجيتها كل ما هنا، يعني الداخل ديالها سرجيت الداخل ديالها، وسرجيت حتى هذوك الدوبلورات بجوج سرجيتهم البنات. هنا غناخذ هاد الدوبلورات هما الاولين، هاد هادو غادي ندوز خياطه من هنا واحد سنتيم. عبر الصباط البنات ماشي سنتيم، غير على الصباط يعني نصف سنتيم. البنات من بعد ما لقيتها من هنا شنو غادي ندير؟ غادي نقلبها البنات، غادي نقلبها بحال ما هكا، وغندوز عاوتاني واحد الخياطه هنا عبر الصباط يعني نص سنتيم اللي غادي ندوز الخياطه بحال ما هكا. نخرجوا مزيان هاد القنيتات بحال ما هكا باش تجيني مقاده. ريتمو ومن بعد البنات غادي نشدها، غنحاول بحال نفيكسيهم باش ما يبقاوش باش منين نبغي نلصقها ما تجينيش معنكشه، نقدر تشد ليا واحد واحد. لا غنفيكسيهم مع بعضياتهم بواحد واحد شويه، غنشد فيهم بحال كنقاد. الا كان شي فائض نخليه لتحت ونخليه هنا اللي خاصو يكون عندي مقاد. البنات من بعد شنو غادي ندير البنات؟ حنا عندنا دابا كتصب الشتاء البنات، انا كنخدم والشتاء كتصب مع عندنا الزنق القصدير، غتسمعوا صوت الشتاء الله يرحمنا البنات. من بعد البنات غادي ناخذ الدوفه، غادي ناخذ الدوفه هكا، ها هي الكول ديال الدوفه ديالي هكا، وغادي ناخذ الدونتيل. غادي غنحط الدونتيل على هذا بحال ما هكا، الوجه على الوجه، هنا غادي نحط الوجه على الوجه. ردوا البال البنات، الوجه على الوجه، يعني هنا اللي كيشوف فيا دابا هو الكفه ديال الان، ها هو الوجه ديالها البنات، وهي هذا غنحط الوجه على الوجه، وغندوز واحد الخياطه من هنا. من بعد ملي غيتقلب غيولي هو الوجه هو اللي كيشوف فيا. دابا غنديرو لتحت، غندير الوجه على الوجه البنات، غنحطو بحال ما هكا، والسنتيم ديالي نص سنتيم ديالي ديال الخياطه هنا، سنتيم ديال الخياطه هنا. باش ملي غنوصل هنا ما غاديش نزقى مقاده مع هاد البلاصه هنا، غنفوتها غنزل واحد سنتيم وغندير لاريتمو كما كتشوفوا. نوريكم هنا بالخياطه فين وصلتها، شي نزلت هنا ما قديتش الخياطه مع هاد البلاصه نيشان، ولكن هبطت شويه واحد سنتيم، هبطت سنتيم، من بعد عاد غادي نقطع. نقطع
مقاده مزيان بحال هكا وغادي نقطع على حساب نتوما الزواق. هاي المقاديه هنا غنقطع، غادي نقطع بحال هكا. من بعد البنات غنحاول نقاد هاد الجهه نعبر عليها، اما نقاد الوريدات بحال ما هكا، نقاد نقاد ونعبر عليها ونقطع على عليها قدها باش ما يجيش ما يجونيش مفاوتين وحده اكبر من الاخرى. نقطع ثقل عليها بنفس الطريقه. غنخدم الجهه الاخرى، غندير الوجه على الوجه، الوجه كيشوف في الوجه بحال ما هكا، يعني الوجه هو هذا كيشوف في الوجه. من بعد من غيتقلب راه غيولي عندي هو هذا الوجه، يولي هو الوجه دابا بحال لا كيشوف فيا القفه، القفه هو اللي كيشوف فيا انا. صافي غنحطو، غادي نخدم عاوتاني بحال كيما خدمت الجهه الاولى، غنخدم هذه بحال ما هكا. هانتوما البنات من بعد ما لصقتها هنا كيف ما كتشوفوا، هاي طلع هاي الخياطه فين واصله. شنو غادي ندير؟ غنضرب بالمقص، يعني غنضربو هنا هانتوما من جهه الدونتيل هنا الفوق، غنوصلها الراس ديال الخيط البنات هنا. الجهه الاخرى حتى هي نفس الطريقه للجهه الاخرى البنات. قص عندي شويه حافي، شتي الكرانه غتجي من هنا مايله من هنا من الفوق، وغتهبط الخياطه هنا الاخر ديال الخياطه هنا كيف ما كتشوفوا. نتمنى يكون واضح لكم. صافي من بعد غادي نقلب البنات بحال هكا. هانتوما البنات شوفوا كيفاش غادي ندير، غنقلبها غنهبطها لتحت وغادي نفيكسيها. هبطها تكون مقاده بحال ما هكا وغنفيكسي من هنا، غنفيكسيها بنفس الطريقه. غنخدم الجهه الثانيه، غنقلبها لتحت، غنهبطها لتحت يعني هي طالعه الفوق، وغنهبطها لتحت ونفيكسيها واحد شويه من هنا. نحاولوا ما نشدوش البنات هنا هاد البلاصه باش ما تجيناش بليه، غير من هنا غير من الاخر ديال الخيط هنا، من هاد القنيه هذا من الاخر ديال الخيط نشدو الاخر ديال الخياطه اللي شاده هنايا، الاخر ديالها غنشد من عليها. ندير لاريتمو مزيان البنات باش ما يتحلش. بحال ما هكا البنات، دابا شنو غادي ندير؟ دابا كملت هنايا، دابا عاد غادي نلصق هادي اللي انا خدمت هي اللي غتجي دابا هنا. البنات راه ماشي غادي نجي نخيطها بحال ما هكا، تقدري دابا نتوما تقدروا تجيو نيشان وتخيطوا، ولكن هنا غيبقى لكم العيب، يعني خاصها هي كيفاش غادي تخدم، غادي تخدم بحال ما هكا البنات. هانتوما هي الطريقه السهله كيف ما قلت لكم، الطريقه السهله اللي تقدر تجيكم نتوما سهله هي انكم تحطوا الكول ديالكم بحال ما هكا، تحطوا هذه هنا وتحطوا فوق منها الكول بحال ما هكا، تقادو مزيان ودوزو الخياطه هنا على الحافه، على الحافه من هنايا على الحافه هنا، ديروا كما كنقولوا اوبور، يعني واحد الميليم كدوزو باش دوز من هنايا حتى هو ميليم تشد هاد البلاصه هنا. ولكن كيف ما كتشوفوا في الشونتيو ما دايرينش هذيك النصف في الموديل، ما دايرينش هذيك عير الميليم، ندوزين عبار الصباط، عبار الصباط يعني باش غنخدم انا ديك الطريقه بالضبط. غنشد هذا بحال ما هكا، غادي نقلبها كيف ما كانت، غناخذ هذا البنات غنحطو عليها بحال ما هكا.
شوفوا البنات، انا قلبت هذا قلبته لتحت وغنحط عليه هذا بحال ما هكا الفوق. كما قلت لكم البنات ملي غنحطها بحال ما هكا، شوفوا البنات شنو غادي ندير. غنبدا من هنايا، شوف باش انني غنبدا فوق هذه الخياطه باش ما تجينيش الخياطه باينه فوق الخياطه الاولى. ما غنقلبش، ما غنخدمش من هذه الجهه، ما غنديرش هذه الجهه من هنا، حيت هنا الا درت الماكينه لبديت من هنا البنات، غنبدا من هنا ما كاينش، ما غتبانش ليا الخياطه هنا. غنبدا من هذه الجهه، نتمنى البنات الشرح ديالي يكون، انا راح كنحاول البنات نوضح ليكم مزيان، حيت كاينين البنات اللي كيعجبهم شي موديل وفي نفس الوقت ملي كيبغيو يخدموه ما كيعرفوش بالضبط كيفاش غادي يخدموه. المهم انا كنحاول نوصل لكم الفكره كيفاش غنحاول الا شفت شي موديل كيفاش غادي نخدمو نحطوه بعدا نشوفو فين شحال غنخلي من هنا وشحال نخلي من هنايا نفس العبار. وغنجي لهاد الجهه هادي باش مني غنخدمها غنخدم على هاد الجهه اللي فيها الخيط، يعني غنخدم البياسه هي الفوقانيه وهاد الدوبلور هو التحتاني. غنبداها البنات من هنا، دابا البنات غنتما غادا فوق هذاك الخيط، فوق هذاك الخيط وغادي نخيط فوق من هانيشان، فوق من ديك الخياطه غنجي للبلاصه من الكمال هنا وغنبيكي البره، ما نحاولوش ندخلوا على الخياطه، فوق من الخياطه غنبيكي البره في القنت هنا وغادي ندور. غنحاول هذا الشيء اللي شايط ليا هنا هذا غنحاول نطلعو الفوق باش تبان لي الخياطه عاوتاني لتحت، حيت غنخدم فوق من الخياطه. دابا نتوما مع الكاميرا يقدر ما يبانش لكم مزيان، ولكن راه ملي غتكونوا شادي البياسه في ايديكم غتفهموني بالضبط اشنو كندير. صافي هنا شوفوا، هنا راني قلبت، غندابا نخدم هاد البلاصه هنا كاينه الشبكه وهذه هي الخاويه اللي كاينه في الكول هي اللي غنبدا فيها. دابا هنا خليو داكشي على راحتو، ما تيريو حتى حاجه، ما تخليو حتى حاجه تشرب. يعني فوق من الخياطه ملي كنوصل لجهه الشبكه راه فوق من الخياطه الاولى كنخدم، وكنوصل للراس الاخر في نفس القنت اللي سالت فيه الاولى كنبيكي فيه البره وكندور عاوتاني كنكمل الخياطه ديالي بحال ما هكا. صافي كنحول هذا الشيء نخليه يبين لي الخياطه الاولى، ندوزو هنا لتحت صافي ونكمل الخياطه ديالي عادي. راه ساهله البنات، راه عرفت بداوها وتبان لكم راه ساهله. انتما شوفوا البنات هنا غنقلب الخدمه ديالي بحال ما هكا. هنا حيت علاش قلت لكم كون درتو العبار الصباط بلا ما ديروا هذه الخدمه ما غاديش تجيكم، غيجيكم من هنا مقلع، يعني هنا صافي تشد ليا هنايا. دابا غندوز ديك الخياطه ديال نصف سنتيم، غندوزها من هنا وندور بها لهنا ونحاول نفيكسي هذا هنا، ندير واحد لاريط مو هنا ولاريط مو هنا. هنا البنات دوزت فيكسيت هنا، فيكسيت الخياطه هنا، دوزت واحد الخياطه باش ما يبقاش هذا يتفيك فيكسيت هذا مع سميتو. وغادي ندوز واحد عبار صباط كيف ما كنقولوا اولا 0.5، يعني عبار صباط غنتما غادا نجلس هنا بيكي البرا وندور. هكا البنات كيجي على هذا الشكل هذا. هنا البنات غادي نركب هادو غادي نركب هاد السطيفات ديالي بالبرا والخيط وصافي. هنايا كما سميتو بقى لي غير ندير الكمام، يعني الكول ديالنا دابا راه واجد، بقى هادوك السطيفات غادي نركبهم هنا بالبرا والخيط، من بعد حتى غادي نمونطي عاد غادي نركبهم. غادي ناخد الكميمات ديالي باش نركب ليهم سميتو الدونتيل، غادي 2 سنتيم الفوق، غادي نبني واحد نصف سنتيم الفوق. البنات غادي نركب الدونتيل
وغاد ردوا البال البنات الوجه، الوجه راه كيقاول بعد المرات، المهم هو اللي كيبري غنحطو فوق منه بحال ما هكا. هنا كنطوي انا على الوجه على حساب باش ملي كنركب هذا بحال ما هكايا فوق منه كتجي الخدمه تماما نقيه، كيبقاش يبان السورجي من هنايا كيكون مدرك. بنفس الطريقه البنات غادي نخدم لكم الاخر، ومن بعد غادي نلاقي البياسه ديالي عادي كيف ما غادي كنلاقي البياسات الاخرين العاديين اللي كما وريتكم في الفيديوهات السابقين، ومن بعد غادي نتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. البنات كيف ما شفتوا بانني لحت الفيديو ديال الفصاله هو الاول، عاد من بعد غادي نلوح لكم الفيديو ديال الخياطه. الوقت اللي لحت الفيديو ديال الفصاله سولتني واحد البنت قالت لي عافاك فسري لي كيفاش في التركيز، كيفاش في الدوفا درتي 24 ومني بغيتي تفصل لكم درتي 26 في التركيز. اختي هذيك 24 اللي كنزل بها من هنا لهنا كتخرج لي هنا 24، ولكن مني كناخذ مني كناخذو العبار ديال الصدر يعني راه كتخرج لي العبار ديال الصدر هنا، مني كندير التركيز ديالي راه كتزاد ديك 24 هنا فين عطاتني 26. الوقت اللي كنشد العبار، الوقت اللي كنشد العبار على الزبونه اللي غنخيط عليها كنشد لها العبار ديال التركيز، التركيز لقيت فيه 26 في الزبونه، مني جيت خيطت هنا في 26 هي درت هنا في الكم، شتوني درت 26، 26 راه خارج ليا حتى هنا في البياسه هنا في الدوره التركيز، راه جينا نعبروا التركيز ديالنا هنا ها هو خارج لينا 26 اللي جينا ندوروا عليه، راه 26 هاي كيف ما كتشوفوا هاي 26، هاد 26 هاد 26 البنات 26 هي اللي كندير هنا. المهم البنات كما قلت لكم ملي كنشد العبار على الزبونه على اي ابره غنخدم نخيط ليها كنشد لها العبار ديال التركيز ديالها. انا ملي عبرت على مولات هذه لقيتها عندها 26 العبار 26 ياك، انا مني خيطت نزلت 24 من هنا لهنا ودرت باش انني غندير دوره الصدر، درت انني غندير دوره الصدر، درت الصدر ديالي ودرت بالتركيز. الوقت اللي درت بالتركيز كون عبرت لكم هنايا هاد التركيز كون عبرته غتلقاو 26 خرجت لي 26 في هاد الدوره. داكشي علاش ملي كنبغيو نفصلوا الكميم كنديروا في التركيز 26 حيت هي اللي خارجه لنا في هاد الدوره، 24 راه غير باش نزلت، اما راه الدوره راه فيها 26 ولا تكون 29 على حساب كل وحده على حساب الصدر، قد ما خرجتي هنا بالصدر قد ما التركيز كيكبر ليك. نتمنى اختي نكون وصلت لك المعلومه وشرحت لك، حيت ما في ميساج ما كاينش كيفاش غادي نفسر لك هذه المعلومه، داكشي علاش قلت لك حاولي تشوفي هذا الفيديو باش نشرح لك فيه. كيف ما شفتوا هاي البنات البياسه كيفاش طلعت، غنحاول نلبسها المانكا البنات. ها هو الشكل النهائي البنات كيفاش طلعت لي البيجامه ديالي، نتمنى من الله تعجبكم. والبنات كيف ما قلت لكم في الاول بانني اول مره غادي اول مره غنخدم هذا الموديل وشاركت معكم، يعني بنادم البنات راه ماشي اي واحد راه غادي يطبق الموديل كما هو، انا اول مره غادي نخدمه شاركت معكم من الدقه الاولى، ونيت غنوريكم الاخطاء اللي درت اللي شاركت معكم وغادي تسمحوا لي فيها، وغادي غادي نوريكم الخطا اللي درت. الخطا اللي درت هو ان الموديل ما واسعش بحال كامل هنا، يعني هنا البنات هنا اللي بغيتوا تطبقوه نفس اللي في الموديل، هي صراحه جات حتى بحال ما هكا زوينه، ولكن الموديل بالضبط مني تخدمتها عاد عرفت بان هنا تسعود، هنا غادي كما وريتكم هنا تسعود، ولكن هنا لتحت هنا البنات لتحت ديروا عير سبعة باش هنا كتضياق كيف ما شفتوا في الصوره اللي وريتكم بان هنا كتبان ضيقه شويه. هنا انا درت تسعود هنا ودرت تسعود هنا، ما تديروش نفس الخطا اللي درت البنات الا بغيتوا يخرج لكم نفس الموديل اللي في الصوره. راه هنا انا كثرت درت 9 سنتيم زادت شويه عريضه على الشونتيو، ولكن ما فيها باس راه جات زوينه البنات. البنات ما تنسونيش من اللي لايك، كنتمنى تشجعوني راني محتاجه للتشجيع ديالكم، وشكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه ودعواتكم ليا، شكرا بزاف وكنبغيكم من كل قلبي وكنتمنى لكم عير الخير البنات. وهنا البنات نقول لكم بسلام عليكم الى موديل اخر بشكل اخر ان شاء الله، وان شاء الله راه غادي نشارك معكم موديلات ديال البرد ان شاء الله، ولكن باقي شويه على حساب انا مازال عندي الخدمه كيف ما كتشوفوا. انا نوريكم الخدمه اللي عندي، مازال عندي التواب، عندي مازال الخدمه خاصني نخدم هاد التواب كاملين، خاص يعني صبروا عليا شويه مما كملت الناس، وهذيك الساعه غنبدا معكم موديلات ديال البرد ان شاء الله.